السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وبعد. أتشرف بالجلوس معكم والتحاور معكم والتباحث مع الفضلاء أمثالكم، وأشكر جميع الإخوة الذين ساهموا في هذه الدعوة وفي هذه الضيافة الرائعة التي بحق لم نشعر أننا انتقلنا من بلدنا إلى بلد آخر، بل ما زلنا يعني فعلا نشعر بصدق أننا ماكثون بين أهلنا. ولابثون بين إخوتنا، وهذا في الحقيقة يعني شعور يعني نفسي وقلبي حقيقي من دون أي مبالغة، ويريت أن نقدر نبالغ شوي حتى نحكي كلام أكثر من هيك، لكن حقيقة هذا واقع الحال. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا التعارف أسبابا أو أسباب للتواصل في المستقبل وللتعاون في الأمور التي نستطيع أن نخدم بها هذا الدين الحنيف الذي نعتقد اعتقادا جازما أننا كلما تعمقنا في العلم بجهات تتعلق بهذا الدين تنورنا وتفيدنا في العلم بهذا الواقع، نعتقد بالضرورة بعد ذلك أن هذه المعرفة المتعلقة من جهة بالدنيا ومن جهة بالدين قطعا ستكون نافعة لنا للارتقاء في حياتنا في هذه الدنيا والفوز في حياتنا التي نعتقد أنها حاصلة في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الأساس الذي من أجله يكون التلاقي بين الإخوة والأحبة في البلاد لابد أن يكون له غاية شريفة نبيلة تعود في المنفعة على الجنس البشري بالكمال. إن لم يكن التلاقي يثمر مثل هذه الثمار فلا يكون في عقيدتنا ثمة داع لهذا التلاقي، لأنه إن لم يكن مثمرا للسعادة الدنيوية والأخروية فإنه إما أن يكون مضيعة للوقت ونوعا من العبث، أو يكون مفيدا ومستلزما خلاف السعادة والمنفعة في الدنيا والأخرى، وكلاهما مذموم مكروه في الشريعة وفي العقول. عند أصحاب العقول يقولون إن تضييع الوقت فيما هو عبث أمر مذموم من القبائح، لأن العمر ثمين وتضييعه فيما لا يفيد ولا يستلزم الثمار هو أمر عقيم. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل هذا التلاقي مثمرا ومفيدا للجميع بإذنه سبحانه وتعالى. دعانا الإخوة الأفاضل، وهذه في الحقيقة يعني فكرة لطيفة جدا ومفيدة جدا للكلام في نظرية المعرفة، للكلام في نظرية المعرفة. والكلام في نظرية المعرفة له مساس كبير في مباحث تتعلق من جهة بعلم الكلام الإسلامي، وله من جهة أخرى مساس بنظرية بالفلسفات المختلفة من التيارات المتنوعة. كل من هذين العلمين، علم الكلام وعلم الفلسفة، له اهتمام، أو الفلسفة وعلم الكلام له اهتمام شديد وكبير جدا، وله رباط وثيق بهذا المبحث كما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا المبحث
نحن سنبحث فيه من جهتين، سيكون التقسيم إلى قسمين. القسم الأول سيكون بحثنا منصبا على محاولة تصوير رؤية إجمالية لنظرية المعرفة في نظر الإسلام، يعني في الإسلام. والقسم الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيكون غدا إن بقينا أحياء، سنتكلم حول بعض الأحكام والقواعد التي تتعلق وتنير في إفادة المعرفة حول نظرية المعرفة أيضا عند الغربيين. يعني مبحث المعرفة طبعا واسع جدا ودقيق جدا، لذلك سنحاول الاقتصار على أهم ما فيه، على ما هي طبيعة مثل هذه اللقاءات الموجزة. لذلك سأحاول من جهة أن يكون كلامي مكثفا نوعا ما، مقسما مكثفا للاستفادة من الوقت، مقسما لنستطيع أن نواكب يعني معظم هذه المباحث في هذا الوقت الضيق. وسأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن أجعله محررا لكي يبعد اللبس في الفهم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في التعريف على ما اعتاده أكابر العلماء بحسب يعني آداب البحث. لابد من محاولة تصور لموضوع البحث ولو من جهة ما، لكي نتمكن من الشروع في ذكر بعض مسائله ثم الخوض في الفوائد المترتبة عليه. هذه هي المنهجية العامة التي سوف ننطلق منها. طبعا لن يكون الكلام أيها الإخوة الأفاضل بحسب الطريقة الأكاديمية، لن يكون التزاما تاما بالنحو الأكاديمي، أقصد بالأكاديمي يعني المعهود في الجامعات، نظرا لطبيعة هذا اللقاء، لكنه سيكون نوعا ما قريبا من ذلك، يعني فيه قرب وفيه نوع بعد. نظرية المعرفة هو عبارة عن مجموعة أبحاث لها موضوع ولها غاية. سنذكر بعض التعريفات، وأنا جئتكم بتعريف واحد لأن معظم التعريفات تشترك في كثير من العناصر. سنكتفي بتعريف ونحرص على تحليله ثم ننطلق منه بإذن الله. لم يعرف عند المسلمين علم خاص بهذا الاسم، يعني لم نعرف في الإسلام، في الفكر الإسلامي، علما خاصا اسمه نظرية المعرفة. لكن لا يخفى عليكم أن العلوم لا تعرف بالعناوين التي توضع عليها. العناوين هي الألقاب أو الأسماء التي توضع مشيرة إلى مجموعة من البحوث المتعلقة بموضوع معين يضبط إما بحقيقته أو بالغاية التي يفضي إليها، وتنحصر وجوه البحث في هذا الموضوع بجهات تتعلق بوصف كلي راجع إما إلى الموضوع أو راجع أو مفض إلى الغاية. فالعلوم في أساسها تنضبط وتتميز العلوم بعضها عن بعض إما بالموضوع أو بالغاية، أو بالموضوع والغاية معا، أو بأي جهة اعتبارية يراعيها مكتشف أو منشئ هذا العلم. يعني لأي إنسان أن يخترع علما معينا بحيث يكون هذا العلم له اسم خاص، له اسم خاص، وهذا العلم يتألف من مجموعة من المسائل. لكن العلماء قالوا لا فائدة ولا يعني حكمة من جمع مجموعة من المسائل من دون أن يكون هناك وجه جامع بين هذه المسائل. هذا الوجه هو الذي يسمى بجهة الوحدة، جهة الوحدة التي تجمع بين المسائل إما من حيث الموضوع أو من حيث الغاية أو من أي حيثية أخرى اعتبارية، لكن لا بد من أن تكون هناك جهة توحد بين هذه المسائل. إذن نظرية المعرفة الذي صار عنوانا على علم معين لا بد أن يكون له موضوع معين. الموضوع قد يكون واحدا وقد يكون أكثر، يعني قد يكون أمرا واحدا وقد يكون أكثر من أمر واحد، لكن لابد أن يكون هناك وجه اشتراك واجتماع بين الكثرة التكثر في المواضيع
بحيث تنضبط بها التكثر في ينضبط بها التكثر في المسائل بحيث يمكن أن يفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى غاية مرجوة من بحث هذه المسائل المبنية على هذا الموضوع. قلنا أيها الإخوة أن علماء الإسلام لم يعهد عندهم بحث مجموعة من المسائل تحت هذا العنوان، لكن هذا لا يعني أبدا أن العلماء الإسلام متكلمين وأصوليين وغيرهم، يعني سواء كانوا متكلمين أو أصوليين أو غير المتكلمين والأصوليين، لا يستلزم ذلك مطلقا أنهم لم يبحثوا المسائل التي تم جمعها فيما بعد ووضعها في حيثية اعتبارية ثم جعلوا هذا العنوان الاعتباري عليها وهو نظرية المعرفة مضاف ومضاف إليه. هذا العنوان يشير إلى مجموعة من المسائل، هذه المسائل هي المعني الحقيقي بالعلم. العلم لا ينطلق على الاسم، الاسم ينطلق على العلم، الاسم هو عنوان دال على العلم. العلم إذن هو موجود، يجب أن يكون موجودا قبل الاسم. إذن نحن عندما نسأل هل نظرية المعرفة علم حديث أم علم قديم، هل نظرية المعرفة قديم أو حديث، إن أردنا بسؤالنا أن هل هناك علم مسمى بهذا العنوان قديم أو حديث، فبالضرورة يجب أن نقول إن وجود مثل هذا العلم بهذا القيد وهو كونه مجموعا تحت نظام أو نسق تنظيمي معين مسمى بعنوان معين هو نظرية المعرفة، هو ليس علما قديما. لكن إن كان سؤالنا منصبا على المسائل والموضوع بأن نقول هل تم هناك في الماضي بحث نفس الموضوع من نفس الحيثية الاعتبارية هذه بحيث ينتج عندنا هذه المسائل التي تستلزم تلك الغاية، نقول بالضرورة هذا أمر موجود وليس أمرا مكتشفا. كثير من الباحثين يقولون إن العلم قد تم اكتشافه أو الكتابة فيه أو ترتيب مسائله لأول مرة على يد أحد الفلاسفة الأوروبيين وهو جون لوك، حيث كتب مقالة في الفهم الإنساني أو مقالة في الإدراك البشري لأول مرة، ثم بعد ذلك وأيضا قبل ذلك بعض الفلاسفة الأوروبيين كتبوا في هذا المبحث، ومنهم من كتب أيضا ديفيد هيوم الفيلسوف البريطاني المشهور تحت عنوان مقالة في الفهم الإنساني أيضا، ثم اهتم بهذا العلم علماء كثيرون منهم جون لوك وإيمانويل كانت. معظم البحوث الفلسفية التي كتبها قام بها تدور حول هذا المبحث، أهم نتاجاته الفلسفية تدور حول هذا المبحث، لذلك اشتهر عند كثير من الباحثين أن هذا العلم نشأ على أيد غربية. في الحقيقة إذا أردنا بالعلم المعنى الأول فليكن كذلك، ولكن إذا أردنا بالعلم المعنى الثاني وهو حقيقة المسائل والموضوع المنتج لهذه المسائل والغايات التي تثمر عن هذه المسائل، فهو أبدا ليس اختراعا أوروبيا وليس نشأا ولا تطورا أوروبيا منذ 300 أو 400 سنة كما يقولون. هذا العلم من حيث النظر إلى مسائله واعتبار موضوعه وآثاره تم الاهتمام به في علوم شتى عند المسلمين وما قبل المسلمين، يعني الفلاسفة اليونانيون كانوا ينظرون في نظرية المعرفة، لا أريد فقط فلاسفة اليونان العظماء مثل أرسطو وأفلاطون وسقراط، بل الفلاسفة القدماء، يعني منذ عهد الصفصطة الأولى كان أهم المباحث الفلسفية مما يتعلق بنظرية المعرفة. خلافات السوفسطائيين القدماء بروتاغوراس وغيره زينون الأيلي ونحو ذلك والذين تبعوهم كانت أمور كثيرة تدور منها حول نظرية المعرفة، أي المسائل التي تشكل يعني أركانا لنظرية المعرفة. إذن المسائل المبحوثة في هذا العلم قديمة جدا قدم الإنسانية، لا يجوز لنا بأي حال أن نقول أن أول عرق اخترع الكلام والنظر والبحث في هذا العلم هو الأوروبيون. هذا ليس من باب
محبتنا ولا من باب غرورنا لاستيلاء نتاج الآخرين كما يتوهم الكثيرون، ولكن هو من باب وصف الواقع. نستطيع أن نقول أيضا من باب آخر، من جهة أخرى، أن المتكلمين الإسلاميين بشتى فرقهم، لا أتكلم على صنف واحد ولا فرقة واحدة من المتكلمين، المعتزلة، المرجئة، الزيدية، الأشاعرة، كل المتكلمين على اختلاف أصنافهم وتوجهاتهم قطعا تكلموا في هذا العلم في أوائل كتب علم الكلام، في مبادئ النظر ونحو ذلك، وأيضا تكلموا عليه في علم الأصول، أيضا تكلموا عليه في علم المنطق. إذن مسائل هذا العلم مطروقة، لكن كما قلنا إعادة تنظيم هذا العلم وترتيبه، ثم إطلاق عنوان معين عليه، ثم جعله يعني مبحثا خاصا يعتنى به، كان فعلا في العصور المتأخرة كما أشرنا من قبل. في اللغة الإنجليزية يطلق هذا على هذا العلم عنوانان، العنوان الأول Theory of Knowledge، Theory of Knowledge، نظرية المعرفة، والثاني Epistemology، كلاهما يؤدي نفس المعنى عند كثير من الباحثين خصوصا في بريطانيا وأمريكا، ولكن بعض الباحثين، وهذا صار نهجا شائعا مؤخرا، صاروا يطلقون اللقب الأول وهو Theory of Knowledge اللي هو نظرية المعرفة، Theory of Knowledge، نظرية المعرفة، يطلقونه على المباحث المشهورة التي تتعلق بالحس والتجربة والعقل وإفادة كل واحد، وهو النهج التقليدي في دراسة مسائل نظرية المعرفة. وصار الاسم الآخر وهو Epistemology يطلق على الأسس الكلية التي تنطلق منها المعارف الإنسانية بلحاظ تنوعاتها، يعني في هناك إبستمولوجي خاصة بالعلوم النظرية، في هناك مباحث تتعلق بالإبستمولوجي، يعني كأنها تتعلق بالإبستمولوجي المتعلقة بالفيزياء في علم النفس وهكذا. إذن هي تبحث عن الأسس الكلية التي يقام عليها وينبعث منها، أو المبادئ الكلية التي يبنى عليها كل علم من هذه العلوم. الدراسة التي تخوض في هذا الباب، التي تحاول استخلاص القواعد الكلية التي تبنى عليها جميع العلوم، يطلق عليها إبستمولوجي. هذا عبارة عن يعني تفريق صار معتبرا اعتبارا كبيرا خصوصا في العقود المتأخرة بين الباحثين في هذا المبحث. هذه عبارة عن نظرة شبه تاريخية، يعني ملخص إيجاز تاريخي، ثم محاولة لتعريف كما يقولون تعريفا لفظيا، تحليلا عاما. أهم يعني أنا في نظري واحد من أحسن التعريفات التي يمكن أن نلجأ إليها عندما نحاول رسم تصور معين، تصور معين عن نظرية المعرفة، هو التالي. أنا سأقرأه قراءة حسب الترجمة التي ترجمتها أنا. نظرية المعرفة، حاولت أنا أن ألخص الألفاظ قدر المستطاع لكي يكون يعني مضبوطا، هي دراسة أو نظرية طبيعة المعرفة، دراسة أو نظرية طبيعة المعرفة وأسسها من حيث حدودها، من حيث حدودها وصلاحيتها. هذا تعريف على أوجز ما أمكنني أن أوجزه، على أخصر، يعني أخصر هي كلمة وإن كانت خلاف القياس لكنها جائزة الاستعمال، أخصر أشد اختصارا عادة يقولون، لكن هي أخصر أجازوها، على أخصر ما استطعت. إذن دراسة أو نظرية، هذا طبعا إشارة إلى أن المقصود في نظرية المعرفة هي البحث في، دراسة أو نظرية، إما البحث في أو الذي نتج من البحث في هذه المواضيع. إذن موضوع نظرية المعرفة هو طبيعة المعرفة وأسسها من حيثية معينة، طبيعة المعرفة وأسسها من جهة معينة. إذن هذا المبحث هو موضوع نظرية المعرفة، الطبيعة والأسس، الطبيعة والأسس من حيثية معينة، الحيثية الأولى حدودها، والثانية من حيث صلاحية هذه الأسس.
هذا هو التعريف المجمل الذي أحببت أن أذكره وأقتصر عليه. في هذا اللقاء سنشرع في محاولة تصوير أهم المباحث التي سنحاول بها أن نلخص ونوضح أركان نظرية المعرفة عند الإسلاميين على إن شاء الله بصورة موجزة. ما دام هدفنا البحث في المعرفة، يعني محاولة دراسة البحث في أو نظرية، يعني النظر في المعرفة من حيث حدودها وصلاحيتها وأسبابها في نظر الإسلام، إذن فلنورد بعض الآيات القرآنية لا على سبيل التبرك فقط، بل على سبيل البحث والتأمل والاستنباط. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل آية مشهورة جدا ومعروفة جدا في هذا المقام: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن الله سبحانه وتعالى قال والله أخرجكم، هذه آية تتحدث تماما عن موضوع نظرية المعرفة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تتكلم هذه الآية عن نظرية المعرفة من جميع الجهات التي ذكرناها في التعريف. الله سبحانه وتعالى أخرجكم، أخرج كل واحد منكم، أخرجكم حسب المفهوم الأصولي من صيغة الجمع الضمير، يعني أخرجكم كل واحد منكم من بطون أمهاتكم. ما هي الحال التي أخرجنا الله سبحانه وتعالى فيها من بطون أمهاتنا؟ الحال التي أخرجنا الله سبحانه وتعالى فيها من بطون أمهاتنا مما له علاقة بالمعارف ونظرية المعرفة هي أننا لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، والحال أنكم لا تعلمون شيئا، وحالكم كان أنكم لا تعلمون شيئا. الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، وهذه الجملة إذا حملناها وعلقناها بالضمير أخرجكم من بطون أمهاتكم وحالكم لا تعلمون شيئا، حالكم وضعكم. إذن هذه عبارة عن جواب قرآني، نستطيع أن نقول إنه جواب قرآني، يعني جواب مأخوذ من القرآن يشير إلى حال الإنسان منذ ولادته. هذا عبارة عن جواب عن سؤال سأله الفلاسفة وبحث فيه مما له علاقة بنظرية المعرفة: هل المعارف فطرية في الإنسان؟ يعني هل الإنسان عندما يخرج من بطن أمه يكون في ذهنه معارف فطرية حاصلة بالفعل؟ ثم إذا كانت هناك معارف فطرية، فأي نوع من المعارف هي التي تكون فطرية وأي نوع من المعارف هي التي لا تكون فطرية؟ ما المقصود بالفطرية؟ هل الفطرية هي أهلية التحصيل أم هي الحصول بالفعل؟ يعني أهلية تحصيل هذه المعرفة، هل هذا هو المقصود بالفطرية؟ الفطرة راجعة إلى الخلقة. أم هي حصول هذه المعارف بالفعل، يعني حال كوننا خارجين من بطون أمهاتنا، يعني حال ولادتنا نكون بالفعل عالمين بمعارف معينة. ثم ما هي هذه المعارف؟ هل هي جميع المعارف أم بعض المعارف؟ حسب ما أفهمه أنا من هذا النص القرآني، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون نفي متعلق بفعل مسند إلى الفاعل وهو تعلمون الواو الضمير، شيئا نكرة في سياق النفي، فالمفروض أنه يعم، يعني لا واحد منكم، يعني لا يوجد واحد منكم يعلم أي شيء، لا تعلمون شيئا، لا أحد منكم يعلم أي شيء. هذا هو الحال الذي وصفنا الله سبحانه وتعالى به عندما خرجنا من بطون أمهاتنا، وهذا الحقيقة نص قطعي وإفادته نصية بالمنطوق وليس بالمفهوم، وبدلالة قوية النفي
متعلق بالفعل المسند إلى الفاعل الجمع، ما دام مسندا إلى الفاعل الجمع يقسم هذا الفعل بحسب أفراده. لا تفعل، لا تعلمون شيئا، يعني لا يعلم أي واحد منكم شيئا، يعني لا يعلم أي واحد منكم أي شيء. نقسم الضمير مع الفعل بصير ينتج عندنا قضية في قوة إيش؟ السالبة الكلية. قضية في قوة السالبة الكلية، يعني لا أحد من البشر يعلم أي شيء، لا يوجد أي أحد من البشر يعلم أي شيء. إذن هذا هو التصور الذي أنا أفهمه من القرآن عندما أتساءل هل العلوم، هل يوجد شيء من العلوم فطري فينا، يعني مخلوق فينا بالفعل عندما نخرج من بطون أمهاتنا؟ الجواب الواضح الذي أفهمه هو هذا الجواب. إذن هذا أول سؤال عن حال الإنسان عندما يخرج من بطن أمه، هذا سؤال تكلم عليه كثير من الفلاسفة وخاضوا فيه خوضا كبيرا، سنتكلم على خلافاتهم إن شاء الله غدا، لكن اليوم أشير. مثلا جون لوك قال الإنسان يولد صفحة بيضاء، قريب جدا من هذا المعنى. ديكارت يقول لا، الإنسان ما دام فيه روح هناك معان فطرية، ثم اختلفوا في توجيه قول ديكارت بالمعاني الفطرية. ما المقصود بالمعاني الفطرية؟ هل فيه قوة إدراك هذه المعاني، أم إن هذه المعاني تكون فيه بالحقيقة والفعل؟ أنا حسب ما أميل إليه من فهم ديكارت أنه يقول إن هناك معاني فطرية، يعني موجودة في الإنسان بالفعل، يعني ليست موجودة بالقوة، ليس الموجود والحاصل في نفس الإنسان هو قابلية أن يعلم وصلوحية أن يعلم، بل هو علمه بالفعل، علمه بالفعل. هذا في نظري يخالف ما أحس به أنا، أخالف ما أراه على الأطفال الصغار، يخالف ما أفهمه من نص القرآن. نستطيع أن نتعمق شيئا بعد ذلك، لكن سأشير إن شاء الله إلى ذلك لاحقا في أثناء بحث بعض المسائل المتعلقة بنظرية المعرفة عند الغربيين. إذن هذا هو السؤال الأول الذي تجيبنا عنه الآية. القسم الثاني من الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، عطف هذه الجملة بالواو، والواو تفيد مطلق الجمع، لم يقل الله سبحانه وتعالى فجعل لكم المفيدة للترتيب، قال وجعل لكم، يعني أثناء خروجكم، وهذا لا يستلزم أنه قبل ذلك لم يكن هذا الجعل موجودا، مطلق الجمع. لو قال الله سبحانه وتعالى فجعل لكم لصار الجعل حاصلا بعد الخروج، لكن الحاصل في القرآن، الواقع في القرآن، وجعل لكم، أي حال كونكم خارجين كان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم، حال كونكم خارجين كان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكم وجعل لكم. فهذا الجعل كان سابقا على الخروج، فلما كان الخروج هذا الجعل كان حاصلا وموجودا. ما هو الجعل؟ ما هو الجعل؟ ما هو هذا المجعول؟ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وجعل لكم السمع، سمع نسمع، والأبصار جمع بصر، والأفئدة جمع فؤاد. سنحلل المراد بهذه الكلمات الثلاث بعد قليل إن شاء الله، لكن لابد من الإشارة إلى أن هذه الكلمات تفيد إلى الأسباب التي بها يعرف الإنسان المعلومات، أسباب المعرفة أو مصادر المعرفة. هذا جواب عن القسم الثاني، الجزء الثاني، المبحث الثاني الذي تبحث فيه نظرية المعرفة. إذن كيف نستطيع أن نعلم؟ بأي أسباب نستطيع أن نعلم بحيث يكون علمنا مضبوطا معتبرا منقحا؟ هذه هي الأسباب المعتبرة، السمع والأبصار والأفئدة. ما الذي يترتب على استعمالنا لهذه الأسباب لعلكم تشكرون؟ ما الذي يترتب على استعمالنا لهذه الأسباب؟ قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون، يعني يجب عليكم أن تشكروا، والشكر يكون في مقابل نعمة. الشكر هو عبارة عن فعل اختياري يكون في مقابل إيش؟ نعمة. والنعمة تكون
خيرا وتسبب كمالا على المنعم عليه لا على المنعم. الشكر عبارة عن أمر يفيد كمالا، يفيد المنعم عليه كمالا، مما يستلزم عند الشارع وجوب الشكر، وجوب أداء أفعال معينة بها يكون الله سبحانه وتعالى مشكورا. إذن هذه الأسباب المذكورة في الآية، السمع والأبصار والأفئدة، تستلزم إذا استعملها الإنسان كمالا للإنسان. إذن الحال الذي خرج بها الإنسان من بطن أمه بما هي عليه، إذا استعمل هذه الأبصار يزداد كمالا، يعني تزيده كمالا، تزيده كمالا. إذن هذه الأسباب تزيد الإنسان معارف وإدراكات، وهذه الإدراكات أسباب في كمال الله، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشكره. هذا عبارة عن تفصيل، يعني تحليل إجمالي نحو ما لهذه الآية. أيضا هناك آية أخرى تتكلم حول نفس الموضوع، حول نفس الموضوع، وهي آية مشهورة أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف يعني لا تقف، لا تتبع، من اقتفى أثر الشيء وقفاه يعني تتبعه. لا تقف ما ليس لك به علم، يعني نحن مأمورون بأن لا نتبع إلا ما لنا به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع، إن توكيد، إن السمع والبصر والفؤاد. لاحظوا هنا جاءت بصورة، بصيغة الإفراد. إن السمع في نفس في الآية الأولى أيضا جاءت بصيغة الإفراد أيضا، لكن البصر هنا جاءت مفردة وفي الآية الأخرى بصيغة الجمع. والفؤاد هناك الفؤاد وهنا الأفئدة. إذن لابد من التفكير أيضا لماذا صار في بعض الأحوال صيغة جمع وصيغة مفرد. هذا ما سنبينه إن شاء الله بعد قليل. لكن لاحظوا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. العلماء ذكروا وجوها في تفسير هذه الآية. كل أولئك، السمع والبصر والفؤاد، كان عنه يعني كان الإنسان عنه مسؤولا، يعني كان الإنسان عن كل أولئك، يعني كل واحد من أولئك مسؤولا فيما يستعمله، فيما يستعمله. قد يبدو بعد النظر أو عند النظر أن الآية تحتمل وجها آخر، بدل أن نقول كل أولئك كان عنه مسؤولا ونحيل الضمير إلى الإنسان، نقول كل أولئك كان عن العلم مسؤولا. يعني إذا أراد الإنسان أن يقتفي العلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع ما ليس لك به علم. طب من أين نعلم؟ إذا أردت أن تعلم فاقف ما يكون مسؤولا عن العلم، فاتبع ما يكون مسؤولا عن العلم، يعني مطلوبا منه العلم، يعني سببا من أسباب العلم. إذا تكون هذه الأسباب الثلاثة هي أسباب للعلم، تكون أسبابا للعلم. إذا هذه الآية وتلك والآية السابقة تفيدان المعاني نفسها، وبعضها تزيد على بعض من جهات معينة. في نظري أيها الإخوة الأفاضل أن الإنسان إذا أراد أن يعرف معرفة إجمالية، عناصر نظرية المعرفة يعني في الإسلام، فعليه أن يدرس هاتين الآيتين على وجه الخصوص. ثم توجد هناك آيات أخرى تبين جهات أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى في أثناء الكلام، مما به يتكامل عناصر نظرية المعرفة في الإسلام. وتلاحظون أن يعني ذكرنا لهذه العناصر ووجه الاستفادة من هذه الآيات، هذه المعاني، ليس فيه على ما يبدو لي لا يوجد هناك فيه أي تكلف، يعني هو يكاد يكون منصوصا عليه، لا يحتاج إلى أدنى تكلف، فقط يحتاج فيه إلى نوع من فهمه وتدبره ثم الالتزام به، لا أكثر من ذلك. إذن هناك فوائد معينة أستطيع أن أذكر لكم الآن بعض الفوائد. أنا في الحقيقة كتبت هذه بصورة موجزة، يعني
فنقرأها قراءة فقط بعض الأشياء التي ذكرناها. إذا أردتم أن تكتبوا لكي يكون مجال إذا كان هناك سؤال وجواب أو مناقشة نستفيد منكم إن شاء الله إذا كان هناك سهو أو تقصير في بيان بعض الأمور. الفائدة الأولى التي استفدناها من هاتين الآيتين، الفائدة الأولى الإنسان يكون خاليا عن العلوم عند ولادته. الإنسان يكون خاليا من العلوم عند ولادته. هل يكون خاليا؟ السؤال هنا هل يكون عاريا عن جميع العلوم البديهية منها والنظرية، أم إنه يكون عاريا عن نوع معين من أنواع العلوم؟ هذا محل بحث، يعني يحتاج إلى بحث. وجه هذا البحث أن هذه العلوم هل فعلا هي يشترط في حصولها خروج الإنسان من بطن أمه، أم إنها يمكن أن تحصل فيه حال كونه في بطن أمه؟ هل تتوقف هذه العلوم على مشاهدته للعالم الخارجي؟ إن كانت متوقفة، إن كان أي نوع من أنواع العلوم متوقفا في حصوله بالفعل على ملاحظة العالم الخارجي، فلا شك أنه يكون عاريا عنها وخاليا منها قبل حصول ذلك. أما إن لم يكن درك مثل هذه العلوم متوقفا على ذلك، فلا يوجد أي مانع عندنا من القول بأن الطفل في بطن أمه يكون فيه جنس العلوم، بعض أجناس العلوم كالعلوم البديهية. لا مانع عندنا من القول بأن الطفل في بطن أمه يكون حاصلا فيه بالفعل بعض تلك العلوم، على الأقل بعض العلوم الضرورية. وهذا في الحقيقة يعني ربما يكون واضحا من خصوصا في الشهور الأخيرة عندما يكون الطفل يتحرك وينفعل ونحو ذلك، وهذا يعني قد أيدته بعض البحوث الطبية المعاصرة في الحقيقة، وكثير من العلماء المسلمين كانوا مدركين لذلك. كان لذلك وردت حكايات عن بعض أكابر المسلمين أنه كان يوصي زوجته بأن تقرأ لأطفاله لطفله، أو أن يقرأ عند طفله وهو في بطن أمه في بعض الشهور بعض الآيات القرآنية أو بعض المعارف أو بعض الأمور، لأنه يختزنها، يسمعها، لأنه يسمعها فتطرق سمعه فيعتادها. إذن أنا شخصيا أنا لا أقول إن هذا الأمر أمر ضروري وأمر بديهي، لكنني أميل إليه وأقول به ولا أدعي إنه أمر بديهي، لكن لو قلنا به لا يلزم عنه في نظري أي إشكال. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قابلية الإنسان للعلوم فطرية. قابلية الإنسان للعلوم فطرية. ما معنى فطرية؟ هذه القابلية، نتكلم عن القابلية. قابلية الإنسان للعلوم فطرية، أي جزء من فطرته. معنى الإضافة أنها جزء من فطرته، ونحن نتكلم عن القابلية على الأقل، وهو القدر المقطوع به. لأن القدر المقطوع به، ما معنى الفطرة؟ هي الخلق، والخلق جعل. الفطرة من فطرة وهو الخلق، بمعنى أصلا منشأه من الشق، والخلق جعل، والله سبحانه وتعالى نص في الآية الأولى قال وجعل. إذن هذه الفطرة، السمع، هذه الفطرة أو جزء الفطرة هذا هو مجعول. الآن السمع والبصر والفؤاد كلها مجعولة، أي مفطورة، أي مخلوقة، ولكن ليس شيء من السمع والبصر والفؤاد عين العلم. ليس شيء من السمع والبصر والفؤاد هو عين العلم، لأن العلم ليس نفس أن تسمع بل هو المسموع، وليس نفس أن تسمع، أنا أشرت إلى عيني، وليس معنى أن تبصر، وليس معنى كونك عاقلا، بل ترتب التعقل، يعني ترتب الإدراك العقلي على العقل. إذا نفس هذه الأسباب هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن هيئات ثابتة في فطرة الإنسان، أي في خلقة الإنسان، ولا دليل أبدا على ثبوت أي شيء سوى ذلك. أي إيش يعني سوى ذلك؟ يعني سوى هذه الأسباب وسوى ما يترتب عليها ترتبا ضروريا عقليا، ومثاله العلوم البديهية فقط.
لا يمكننا أن نقول بوجود أي علم من العلوم في الإنسان، هذا بالنظر للقرآن، للنظر للنصوص القرآنية، سوى هذه العلوم والمعارف. إن قيل بها فقد نجد الدليل عليها، نستطيع أن نجد الدليل عليها، إما دليلا قاطعا أو دليلا يعني نظريا راجحا، وإن لم نصل إلى ضروريته أو بداهته يعني. لكن أي علم آخر سوى هذه العلوم لن نجد عليه دليلا في القرآن أبدا، لن نجد عليه دليلا في القرآن أبدا، أو إن وجدنا فسيكون دليلا ليس راجحا أو قابلا للاختلاف جدا، أو ربما يكون دليلا فيه ما يستلزم معارضة بعض ما استفدناه من هذه الآيات. إذا حصل عندنا أي احتمال من هذه الاحتمالات عندما نجمع بين آيات القرآن، فلا بد أن نعيد النظر في فهمنا واستنباطنا من الأدلة الأخرى. إذن الفائدة الأولى، الإنسان يكون خاليا عن العلوم عند ولادته. الفائدة الثانية، قابلية الإنسان للعلوم فطرية، وقد وضحنا مفهوم الفطرية. الفائدة الثالثة، وسائل المعرفة محصورة، محصورة، ما قلت منحصرة، هي محصورة لأنها بجعل الله سبحانه وتعالى. ماهيات حقائق هذه الأشياء بجعل الله، وليس المستفاد منها بالضرورة يكون مترتبا ويمكن تغييره. سنبين الفرق بين هذين الأمرين. وسائل المعرفة محصورة لأنها وردت في الآيات القرآنية، السمع والبصر والأفئدة، السمع والبصر والأفئدة، ثلاثة أشياء، ثلاثة أمور. كل من أراد أن يثبت سببا معرفيا غير هذه الأسباب لا بد له من دليل عليه. إن كنا نتكلم بمعرفة مستندة إلى الإسلام، يعني معرفة مستندة إلى الكتاب وإلى السنة، فلا بد أن يكون هناك دليل من الكتاب ودليل من السنة، إما يكون دليل ظاهر أو دليل محتمل. الأصل في هذه المباحث أن يكون دليلا ظاهرا، إما قاطعا أو راجحا رجحانا بينا، أقل من ذلك المفروض أن لا نقبله. يعني إذا أردنا الإنصاف مع أنفسنا المفروض أن لا نقبله، لأن هذه المباحث، هذه الأسس، هي أسس لأصول، يعني أسس وأصول لنظرة المسلمين ونظرة الإنسان على في كل الأشياء، فلا أقل من أن تكون أصولها ثابتة بالقطع أو بالظن الراجح جدا جدا جدا، أقل من ذلك لا ينبغي أن يقبل. إذن وسائل المعرفة محصورة. الأول، السمع. ما المقصود بالسمع؟ الظاهر أن السمع هو واسطة الخبر، يعني آلة يستفاد بها إدراك الأخبار، آلة يقصد بها أو يستفاد بها إدراك الأخبار، أو ما هو أكثر من الأخبار، مش مشكلة يعني أخبار أو لا، لكن المقصود هنا حسب ما يظهر لي الدلالة بالسمع على الخبر، وإن كان قد يستفاد من السمع مطلق المدرك الحسي، يعني قد يستفاد صوت، هذه القحة يعني صوت وليست خبرا، لكن يستفاد من هذا الصوت الدلالة على أنه صاحبه شوي زوره بوجعه زي زوري حلقه يعني، لكنها ليست في حد ذاتها خبرا، لكن أيضا تستفاد بالسمع. لكن يبدو لي أن المراد بالآية، وهكذا نص يعني العلماء، أن المراد بالسمع من الآية هو طريق الخبر. لاحظوا أيها الإخوة الأفاضل أن السمع في الآية الأولى وفي الآية الثانية جاء مفردا، وهذا فيه إشارة إلى أن المراد به مفهوم الخبر، شيئا أن المراد به شيء واحد هو مفهوم الخبر، يعني ماهية الخبر، أن تحصل على معنى عن طريق السمع. هكذا يعني أنا شخصيا هكذا أزعم، هكذا أرى، وكثير من العلماء، يعني أكثر العلماء، أنا لم أرى أحدا يعني يخالف هذا الكلام. طبعا إذا كنا نتكلم على الفهم من القرآن يجب أن نلتزم بدلالات الفهم أيضا في اللغة، لا يجوز لنا أن نفهم من القرآن ثم نتحكم في كيفية الفهم أيضا. الفهم من القرآن، القرآن أنزل باللغة، اللغة لها قواعد ثابتة، لست أنا الذي أضعها، ولا الألفاظ ولا المعاني، ولا أنا أضع المعاني لتلك الألفاظ، يجب عفوا أن نأخذها مسلمة، هذه المعاني ثم هذه الطرق الدلالية، ثم نستفيد من هذه المعاني والطرق الدلالية في فهم
المعاني من النصوص القرآنية. السمع إذن المراد به هو الخبر، مطلق مفهوم الخبر، لأن الخبر سواء كان خبر أحد أو خبر متواتر لا يختلف من حيث ماهيته في كونه إيش خبرا، كلاهما يسمى خبرا. الطريق الثاني هو البصر. الطريق الثاني هو البصر، جمع في بعض الآيات وأفرد في بعض الآيات، إن السمع والأبصار، إن السمع والبصر. الأبصار هي المقصود بها الحواس، آليات الحس المختلفة، آليات الحس المتعددة، آليات الحس المتعددة سواء كانت باللمس أو بالسمع، لا عن طريق الخبر كما أشرنا سابقا، بالذوق، بالرؤية ونحو ذلك، كل ذلك يسمى إبصارا، أبصرت الشيء ولو من حيث الإطلاق اللغوي، لأننا نستطيع أن نحصل على إحساسات عن طريق اللمس أو نحو ذلك غير البصر. إذن البصر والأبصار جمعا أحيانا وأحيانا مفرد، إشارة إلى إمكانية تعدد وسائل الحس. البصر هو العين، والأبصار هي ما يمكن أن يكون وسيلة للمعرفة كما تكون العين وسيلة للإدراك، يعني للمعرفة أو للإدراك، هي لذلك جمعت أحيانا وأفردت أخرى. الفؤاد، ورد أحيانا الفؤاد، هذا الطريق الثالث أو الوسيلة الثالثة أو السبب الثالث. ورد في الآية الأولى مجموعا وفي الآية الثانية مفردا. أيضا يبدو لي أن هذا فيه إشارة إلى الطرق المتعددة المتكثرة من وسائل النظر، من وسائل النظر العقلية أو الروحية أو النفسية أو القلبية. لا إشكال عندي في هذا الإطلاق أبدا، لأن وسائل الإدراك أو طرق الإدراك أو طرق السير لاكتساب المعرفة عن طريق الفؤاد أو عن طريق القلب أو عن طريق العقل هي طرق مختلفة. قد ينتقل الإنسان من السبب إلى المسبب، قد ينتقل من المسبب إلى السبب، قد ينتقل من الجزء إلى الكل وينتقل من الكل إلى الجزء، قد ينتقل من أحد المتضايفين إلى متضايفه، يعني إلى المضافه، يعني كما ننتقل مثلا من الأب إلى ابنه ومن الابن إلى إدراك وجود أب له وهكذا. هذه كلها عبارة عن أسباب بها ينتقل العقل من شيء إلى آخر، أسباب معرفية ينتقل بها أو طرق وآليات يلاحظها العقل فينتقل منها إلى غيرها. قد ينتقل العقل أيضا عند لحاظ جزئيات متنوعة، جزئية أولى ثانية ثالثة رابعة، يستخلص من كل واحدة بالحس ثم ينتقل منها إلى أمر جامع. هذا أيضا نوع من الانتقال، يعني من إدراك الشبه، يعني الوجوه الشبيهة في جزئيات واقعة في الخارج. هذه الطرق كلها طرق تفيد الإنسان من حيث التعقل الانتقال من أمر إلى أمر أو إدراك أمر بأمر، انتقال من أمر إلى أمر أو إدراك أمر ما، الإدراك يعني الوصول إلى أمر، من أمر إلى أمر. هذه طرق مختلفة، ويبدو لي أن هذا هو السبب الذي من أجله ورد الفؤاد أحيانا مفردا وأحيانا إيش مجموعا بصيغة الفؤاد وصيغة الأفئدة. يبقى هناك سؤال، يبقى هناك سؤال، لماذا ورد ذكر الفؤاد والقلب في القرآن بصيغة الاسم وورد ذكر العقل دائما بصيغة الفعل؟ ورد صيغة الفؤاد والألباب جمع لب والقلب، هذه كلها تدل على أسماء، على ذوات أو معاني، يعني اسم يدل على معنى ويمكن الاسم يدل على ذات، لا إشكال في ذلك، الاسم يوضع للدلالة على معنى والاسم يوضع للدلالة على ذات، لا إشكال في ذلك، لكن كل من الاسم سواء دل على ذات أو معنى هو ذو دلالة غير ما يدل عليه الفعل. العقل دائما ورد بصيغة الفعل، يعقلون تعقلون. ما هو السبب الذي من أجله ورد الفؤاد
والقلب بصيغة الاسم يعني وهو اسم، ثم نسب إليه إمكانية المعرفة، وورد اسم العقل الذي دائما نتكلم عليه، هذا له عقل، هذا ليس له عقل، هذا عاقل، هذا غير عاقل، دائما بصيغة الفعل. ما هو السبب في ذلك؟ يبدو لي أن السبب في ذلك أن عملية التعقل، عملية التعقل المقصودة من القرآن يرجع فيها إلى المعنى اللغوي للعقل، وهو الضبط والإحكام. الضبط والإحكام، عقلت شيئا، تعقلته بمعنى ربطته وأحكمت وثاقه أو ضبطته، أو ضبطته. فهذا الضبط والإحكام هو عملية فعل، نوع من عملية الفعل. إذا أنت ضبطت شيئا وأحكمته تضعه في حيثية معينة، معنى ذلك أنك تعقلته. تعقلته يعني أدركته، أو لزم عن ضبطك إياه تعقلك له. يبدو لي أن هذا هو المعنى الذي من أجله ورد العقل بصيغة إيش؟ بصيغة الفعل دائما في القرآن. وهذا ليس يعني ليس مفيدا لما يزعمه بعض المفكرين من أن العقل بالمعنى الآلي، بالمعنى الذي هو سبب من أسباب المعرفة، هو بالضرورة أن يكون فعلا مجردا، يعني مطلق الفعل. العقل ليس ينبغي أن يكون مطلق فعل، وإن كان قد يكون في وجه من وجوهه فعلا، قد يكون في وجه من وجوهه فعلا، لكن ليس كله فعلا. لابد أن يكون التعقل ناشئا عن ملكة ما، هذه الملكة ليست في نفسها فعلا، كما أن الاستماع إلى الشيء هو في نفسه فعل. الاستماع أن تستمع إلى الشيء، يعني أن تقصد استمع، هو في نفسه فعل، يعني توجيه الحاسة إلى مصدر الصوت هو في نفسه فعل، لكنه مترتب أو يستعمل فيه أمر هو في نفسه ليس فعلا، بل هو صفة أو ملكة أو هيئة، اللي هي مثلا الأذن أو العين، النظر أو الإبصار، هو في الحقيقة تحديق في المبصر، هذا فعل، لكنه معتمد على شيء هو في حقيقته ملكة أو آلة للإبصار. الآلة والملكة ليست فعلا. كذلك الرابط والضابط بين العقل والفؤاد، الفؤاد هو آلة التعقل، والتعقل نفسه هو فعل الفؤاد. الفؤاد والقلب هو آلة التعقل، والعقل نفسه هو الحركة الفكرية، الحركة التي يتحرك فيها، ينتقل فيها الفؤاد في الأشياء التي يضبطها وهي المعلومات، ليتوصل منها إلى غيرها وهو المطلوب. هكذا يبدو لي أن المقصود من الآية الكريمة أو مختلف الآيات، سواء منها ما ذكرناه أو ما لم نذكره مما أشرنا إليه، ولا يخفى على أمثالكم. العلماء نظروا في هذه المسألة، قدماء العلماء ومتأخروا العلماء في الحقيقة تكلموا في هذه المسألة، وهي ما الرابط بين القلب والدماغ، ما هو الجامع بين القلب والدماغ. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال العقل أصله في الدماغ، العقل أصله في الدماغ، يعني الدماغ هو آلة بها يتعقل الإنسان، فعل العقل يكون بواسطة الدماغ. الإمام الشافعي مال إلى ما هو ظاهر من القرآن، لهم قلوب لا يعقلون بها، أو نسبة التعقل إلى القلب أو نحو ذلك، فقال العقل آلته القلب، العقل آلته القلب أو في القلب، يعني هكذا كثير من العلماء يقولون العقل عند أبي حنيفة في الدماغ أو آلته الدماغ، أو في القلب أو آلته القلب، لا فارق، يعني أنا في نظري لا فارق بين التعبيرين. الآن ما وجه الخلاف بين كون العقل عند الإمام الشافعي أصل يعني آلته القلب أو محله القلب، وبين ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى؟ الفارق والله أعلم، أو الجامع، لا نبحث عن الفارق، الفارق هو ظاهر، لكن الجامع بينهما في الحقيقة أن عندما قلنا قبل قليل أن
القرآن قد ذكر العقل دائما بصيغة الفعل، ونحن نعلم علما ضروريا أن الفعل لا بد له من إيش؟ من إرادة، من فعل إرادي. والإرادة هي عبارة عن شوق وتوجه. الإرادة هي في حقيقتها عند المحدث، عند الإنسان المحدث، يعني هي عبارة عن ميل، أو ربما يعبر عنه بأنه شوق. في حق الله سبحانه وتعالى هي تخصيص، تخصيص عبارة عن تخصيص بعض الممكنات ببعض ما يجوز عليها. أما عند الإنسان فهي عبارة عن ميل يستلزم التخصيص، يستلزم هذا التخصيص أو تخصص الإنسان بما مال إليه. كل فعل من أفعال الإنسان لابد أن ينشأ عن ميل من الإنسان، لابد أن ينشأ ويبنى على ميل يميل إليه الإنسان. هذا الميل حقيقة، يعني أي إنسان يجرب في نفسه يرى أن ميولاته يشعر بها في قلبه، ميولات الإنسان يشعر بها في قلبه. الميل لون من ألوان العاطفة الوجدانية. أي إنسان عندما يقول أنا كرهت فلانا لا يقول كرهته بدماغي، كرهته يعني قلبي يكره، يقول قلبي يكره هذا الفلان، أو يحب فلان يقول قلبي ينجذب إليه. الخوف هو عاطفة من العواطف، شعور من المشاعر. الإنسان عندما يخاف يشعر بأثر خوفه في قلبه، يزداد قلبه نبضا، وهذا حقيقة موجودة 100%. لا يقول أنا خفت بدماغي، لا يقول خفت بدماغي. عندما يميل نحو شيء يشعر بميل قلبي ونحو ذلك. إذن الفعل إذا كان الفعل متوقفا على إرادة، والإرادة ميل، فالإرادة محل ظهورها هو القلب. فلذلك قال الإمام الشافعي أي فعل تعقلي، يعني معنى الكلام أي فعل تعقلي يجب أن يبدأ بميل القلب نحو إرادة هذا التعقل. ولكن أين يحصل هذا التعقل؟ ليس بالضرورة أن يكون هذا التعقل حاصلا في القلب، قد يكون في أي محل آخر. هذا المحل الآخر الذي أراه هو أنه قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو في الدماغ. لذلك التوجه القلبي نحو إرادة تحصيل الفعل التعقلي يكون في القلب. لذلك العلماء الكلام قالوا فعل التعقل وهو النظر عبارة عن حركتين، وكل من هاتين الحركتين لابد أن تسبقهما، كل منهما من هاتين الحركتين تسبقهما إرادة، والإرادة محلها في القلب، يظهر أثرها في القلب، محلها في القلب. لكن غايتها ومخزونها ونتيجتها، هذا هو الذي عبر عنه بعض العلماء بأن قد يكون منشأ الإرادة في محل وغايتها يكون في محل آخر. يعني أنا أريد الآن أن أحرك يدي، منشأ الإرادة ليس يدي، يدي مظهر نشوء الحركة، يعني مظهر الحركة. أما نشوء الإرادة لا يكون في اليد، يكون في القلب مثلا، أو محل الإرادة. أثر الإرادة يظهر في محل آخر. فالعلماء قالوا إن محل الإرادة الفعلية التعقلية في القلب، وأثرها يكون في الدماغ. لذلك كثير من متأخري العلماء يقولون العقل عبارة عن إيش؟ عن نور منشأه في القلب وأثره في الدماغ. منشأه في القلب إشارة إلى الإرادة، وإشارة إلى أن الفعل التعقلي لا بد له من إرادة النظر. يعني يستحيل الإنسان أن يتعقل بعض المدركات النظرية إلا بإرادة فكرية، إلا بفكر أو نظر مراد، يعني مقصود. يعني الإدراك العقلي لا يحصل بمجرد المعرفة، لا، يجب أن يحصل بالشوق، بالتطلع، بممارسة هذا النظر. لا يحصل بالضرورة في الإنسان، بل يحصل بالقصد. لكن النتائج التي تترتب على هذا القصد ليست مقصودة للإنسان، يعني تحصل فيه بالضرورة. بمعنى أنني إذا حركت يدي تحركت هذه الكأس، مجرد أن أحرك هذه اليد تحرك بالضرورة الكأس. تحرك الكأس لا يتوقف بينه، يعني حركة اليد لا يوجد هناك واسطة بينها وبين حركة الكأس. تحرك اليد تستلزم حركة الكأس بالضرورة، تستلزم حركة الكأس بالضرورة. كذلك حركة العقل تستلزم
حصول العلم بالضرورة. هذا هو عبارة عن خلاصة وتلخيص لأهم ما قاله المتكلمون في مسألة أسباب المعرفة وآلية التعقل بصورة إجمالية. هناك كم بقي لي؟ الآن نقف. طيب إذا نقف إلى هذا الحد، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا صراحة أشكر القائمين على استضافتك شيخنا الجليل. شكرا لك. وكم نحن بحاجة لهذه المواضيع الفكرية بين فينة وأخرى. طبعا يقول المتنبي: تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب، والخلف في الشجب. مثل ما تفضلت اللي طرحته قبل قليل في قضية نظرية المعرفة، طبعا أنت حصرتها في البصر والسمع والأفئدة، هذه الأصول. نعم. لكن هنالك أبواب كثيرة لا حصر لها، يعني أتوقع الجانب المتصوفة طرحوا كثير من المسائل، وتعرف أن دائما اللغة حمالة أوجه فيما يخص المعارف، وإذا كان التاريخ هو عبارة عن بقالة كبيرة، فكذلك نقول النصوص الدينية هي عبارة عن بقالة كبيرة، يستطيع كل من أراد أن يعتقد اعتقاد معين ثم يستدل إليه. بمعنى أن النصوص القرآنية، أي نص معين في جميع الفرق الإسلامية بخلاف توجهاتها الفكرية، لا شك أن يجوز أن هناك وجه من الحقيقة، أو وجه بالخلاف، أو وجه من الاستدلال كما تفضلت فيه. أنا طبعا أرى وجهة نظر أخرى في قضية أن حصرتها في ثلاث مسائل: هل يولد الإنسان، وهذا طبعا إشكالية كبرى مثل ما تفضلت، أن هل يولد الإنسان بمعارف سابقة أم بمعارف لاحقة، أو نقول بصورة أفضل كيف نعرف أو كيف تحصل المعرفة. طبعا المتصوفة قالوا كلام آخر، قالوا أن الإنسان يولد بمعرفة كاملة، لكن تحجبه كثير من الآثام فلا يستطيع الإدراك. ودليل على ذلك والله الآية القرآن تقول: إذ أخذ الله من ظهورهم ابن آدم ذريتهم فشهد عليهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالشهادة بالتوحيد والألوهية تعرفها الأرواح، لكن كيف السبيل إلى انجلاء هذه الأرواح؟ قالوا أن بالاستغفار والآثار والأذكار معين يصل الإنسان إلى المعارف الكبرى. فأنا أتوقع أن موضوع المسألة لا يمكن أن تنقل مثل بس فتحتها في قضية الفؤاد. أنا سأتي إليه في القسم الثاني إن شاء الله. موضوع الفؤاد أنها موضوع كبير. أنا بس يليت أنك يعني كنت توضحنا أكثر في قضية السمع، وجات بصيغة المفرد والجمع، وكذلك الأفئدة. أنا كان ودي صراحة أنك تفصل فيها، لأن هذا موضوع لغوي، وموضوع طبعا كثير من الباحثين طرحها. أتوقع فاضل السمرائي طرحها في قضية المفرد والجمع، فيليتك أنك توضح لنا. وصراحة أشكر القائمين على ذلك، وشرفتنا ونورت الكويت. الله يبارك فيك، احنا شرفنا بكم. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. بالنسبة والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، عند شرحك للآية كأني فهمت أنك تميل للرأي اللي يقول أن المعرفة منتفية في حالة الولادة. لما نعم. الفوائد لاحظت أنك ترجح القول اللي يقول لا، هناك المعارف البديهية أنا أميل إليه، فيعني شوية أشكل علي الموضوع. لو تفصل في هذه المسألة مع الكمر، هل ترى أن الفطرة، يعني مثلا حديث كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة ما المقصود فيها في الحديث هنا؟ ويعطيك العافية. الله يعافيك. السؤال الأول، في الحقيقة أنا أرجأت البحث في بعض البحوث التي أشرت إليها أيها الأخ الفاضل، يعني في الحقيقة للقسم الآخر. سأتكلم عن الإلهام والكشف وما وجه علاقته بالفؤاد، لكن يعني أرجو ملاحظة أنني اقتصرت في عد هذه الأسباب يعني في عد كون هذه الأمور أسبابا للمعرفة، على ما قلت إنني أقطع به وكل كلمة مما ذكرتها، يعني كون الفؤاد محلا للعقل، أو كون القلب محلا للعقل أو آلة للعقل مثلا، ثم لم أورد من معاني ما يمكن أن يكون في الفؤاد غير العقل، لأنني لم أجد في القرآن دليلا قاطعا على شيء آخر. أنا فقط اقتصرت حتى الآن إلى المقطوع به الذي لا يمكن الشك فيه، لكنني لم أقل إنه لا يوجد هناك أي دلالة أخرى
أو أي احتمال آخر لما يمكن أن يسمى فؤادا أو قلبا أو مستفادا من الفؤاد والقلب غير ما هو فعل تعقلي. لكن أقل ما يمكن أن نقطع به وهو المقطوع به وهو الذي أمرنا أن نتمسك به هو العقل. الآن هناك بحث آخر بعد ذلك. الآن إذا اتفقنا على أن هذا القدر ضروري وهو منصوص عليه في القرآن، هذا أقل قدر ضروري يمكن أن يعني لا يمكن أن ننزل دونه، يعني ولا بد أن نراعيه في بنائنا المعرفي. الآن إذا قيل الفؤاد جمع، فلما يعني عزلت أو لما نفيت أي احتمال آخر لما يمكن أن يكون سببا من أسباب المعرفة وليس راجعا للفعل التعقلي هذا الذي أشرت إليه؟ هذا سؤال وجيه جدا لا إشكال فيه، لكني أجيب عليه حتى الآن أن هذا القسم الذي ذكرته الآن هو كان المقصود منه فقط الاقتصار على ذكر القدر الضروري المقطوع به أنه وسائل معرفة. توجد هناك وسائل أخرى أو أسباب أخرى للمعرفة اقترحها بعض الإسلاميين أو بعض المسلمين، أرجأتها للكلام إلى القسم الآخر يعني من المحاضرة. سنتكلم على كل اقتراح بعينه ونذكر أدلته ونناقش مدى وثاقة الاستدلال به ومدى وجاهته. يعني هذا هو السبب الوحيد يعني الذي اقتصرت. هي لا تخرج. قلت لك سأتكلم على الإلهام، أنا ذكرته يعني لاحقا إن شاء الله، لكن هذا كما قلت هو أقل قدر أو القدر المقطوع الذي نقطع به، القدر المقطوع الذي يعني لا نستطيع أن نهمله. لم أقل أبدا إن كل ما سواه منفي، لكن كل ما سواه إذا اعتبر فيجب أن يعتبر في ضمن ضوابط وقيود. هذا كل ما أريد أن أصل إليه حتى الآن. إذن القدر الذي ذكرناه هو أقل أو القدر المقطوع به الذي لا يجوز إهماله ولا مناقضته بعد ذلك. لنا أن نقترح اقتراحات أخرى، ولنا أن نقول إن هناك دلالات من القرآن ومن السنة أو حتى لا من القرآن ومن السنة، لا إشكال عندي في ذلك، بشرط أن يكون هناك دلالات وجيهة. ثانيا الشرط الآخر أن لا تكون مناقضة لما ثبت في هذه الأحوال. هذا هو كل ما أردته، وإن شاء الله سنتكلم عن الإلهام والكشف، أنا حاطط لها قسم خاص يعني إن شاء الله سوف يعني يسرك. أما ما نسبته إلى الصوفية من أنهم قالوا الإنسان يولد بمعرفة كاملة، في الحقيقة هذا ليس قولا قال به جميع الصوفية. هذا أولا، قال به بعض الصوفية، نعم هذا قال به بعض الصوفية، أغلب الصوفية وافقوا القول الذي أنا ذكرته يعني أن الإنسان يولد بمعزل عن العلوم. وجه الخلاف فقط في العلوم الضرورية أو البديهية، إن شاء الله سأتكلم عليه في جواب الأستاذ. لكن أولا ليس جميع الصوفية قالوا بذلك. ثانيا الآية التي احتج بها من قال بهذا الأمر من الصوفية، يعني أغلب الصوفية لم يقولوا بأن الإنسان يولد بمعرفة كاملة ثم إنه يتذكر أو عن طريق التجريد وتجلية النفس تصبح نفسه كالمرآة يتذكر ما نسي. هذه النظرية قال بها بعض المتصوفة، لكن أغلب الصوفية لم يقولوا بذلك في الحقيقة، لم يقولوا بذلك. هو بعض هذا الذي أقصده ببعض الصوفية. نعم هو هذا بالضبط يعني، وكل أتباع مدرسته من أقصده بأنه بعض الصوفية. الشيخ الأكبر شيخ أكبر لمدرسته وليس شيخا أكبر لجميع الصوفية، هذا في نظري يعني. فقوله ينسب لأتباع مدرسته، لكن كثير من الصوفية لا يوافق ابن عربي على ما قاله في هذا الباب أو في غيره من الأبواب في الحقيقة، وهذا منصوص عليه. طبعا نحن إذا أردنا أن نصنف الصوفية طبعا لابد أن نلاحظ هذا الاختلاف، لابد يعني مراعاة للموضوعية ووصفا للواقع في نفسه. لا يجوز لنا أن نقول إن ما قاله ابن عربي هو مقرر كل الصوفية، أبدا كثير من الصوفية خالفوه، هكذا ينبغي أن يكون البحث. إذن
نعم أنا أقول إن هذا قاله ابن عربي وقاله أشار إليه القونوي والجيلي أشار إليه، يعني معظم أتباع مدرسة ابن عربي نعم يقولون بهذا، وبعض من هم غير أتباع لابن عربي أيضا يقولون بذلك، لا إشكال عندي في ذلك، لكن في الحقيقة هو ليس قول جميع الصوفية، قول بعض الصوفية ممن أشرت إليه، هذا كلام صحيح. أما استدلالهم بالآية في الحقيقة أيضا محل نظر، أيضا استدلال هو محل نظر، لذلك في الحقيقة أنا لم أورد هذه الآية، ولم أورد يعني دلالتها، يعني ما زعموا أنها دالة عليه في هذا القسم المقطوع به، لأنها محتملة أقل ما يقال فيها، إنها محتملة لقولهم ومحتملة لسواه، فلعدم كونها قطعية أرجأت الكلام في الإلهام والكشف إلى قسم آخر اللي هو سميته أنا محل المصادر المختلف فيها، أو المصادر الأخرى، يعني خلاف هذه القطعية أدرجت فيها صنفين، مصادر الدعية أنها مصادر صحيحة للمعرفة وهي ليست بصحيحة، مصادر قيل إنها مصادر للمعرفة برأسها وهي في الحقيقة راجعة إلى ما مضى، يعني هي عبارة عن تركيب من مصدرين أو أكثر من هذه المصادر، فلم أجعلها رأسا يعني مصدرا برأسه، لذلك أرجعتها إلى قسم آخر. إن شاء الله سنتكلم على الإلهام، وسأذكر يعني بإذن الله سبحانه وتعالى تحليلا، يعني أرجو أنك ستوافقون عليه، مفهوم الإلهام وكيف أن ما مفهوم العلم وما مفهوم الإلهام وما مدى إمكانية الإلهام أو الكشف للعلم وما المقصود بالعلم، ما المقصود بالعلم، هذا كله إن شاء الله سأتكلم عليه. السؤال الثاني، المعارف البديهية حال الولادة. في الحقيقة يعني فعلا أنا في أول الكلام جريت على أنه الإنسان يولد عاريا على العلوم، لكن أشرت بعد ذلك نعم أن كون الإنسان مولودا عاريا على العلوم لا ينفي بالمرة، لا ينفي نفيا قاطعا إمكانية إثبات بعض الأنواع العلوم. لماذا؟ لأن الجعل جعل الله سبحانه وتعالى لأسباب هذه المعرفة كان حاصلا قبل خروج الإنسان من بطن أمه، فبالتالي يوجد احتمال أن هناك نوعا خاصا من أنواع المعارف العلوم لا يتوقف على الخروج. هذا الذي قلت أنه الأشبه والأقرب والأقوى أنه قد يكون حاصلا في الإنسان وهو في بطن أمه، خاصة في مراحل معينة. ومع ذلك أقول لو لم يقل بذلك، لو لم يقل بذلك فلنقتصر على المقطوع به، لا إشكال عندي، فلنقل إن العلوم تحصل في الإنسان شيئا فشيئا منذ ولادته، هذا يكون محل القطع، ما سوى ذلك محل اختلاف، لنا أن نرجح ولنا أن ننفي. أنا أقول إن هذا لا يضر، لا إشكال، يعني لك أن تختار ذلك ولي أن أختار خلافه، لا يضر ولا يترتب عليه يعني أمر عظيم في نظري، سأتكلم عليه. أيضا أنا جعلت مسألة الفطرة في القسم الثاني إن شاء الله، وسأتكلم عليها بنحو من التفصيل في محله بإذن الله.